لا تتوقف انتهاكات الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، بل إنها تزداد وتتنوع كل يوم. آخر تلك الانتهاكات كان في مسيرات العودة قرب الحدود مع قطاع غزة، حيث يستخدم الجيش الصهيوني ضد المتظاهرين السلميين المشاركين فيها أسلحة متنوعة كالرصاص الحي والغازات المتنوعة. الاعتداءات الإسرائيلية بحق المواطنين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى منذ 30 مارس الماضي وحتى هذه اللحظة هو استخدام مفرط للعنف واستخدام سياسة القمص المباشر. الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة قال إن الجيش الصهيوني يستخدم نوعا جديدا من الرصاص الحي يسبب تهتكا في جسد المصاب وجروحا عميقة وأضرارا صحية خطيرة تؤدي إلى الموت في كثير من الأحيان. جزء من هذه الآيرة المستخدمة أدت إلى تهتك في الأنسجة وإلى جراحات غائرة وتفتت في العظام وإلى إصابة مباشرة في الأعصاب والشرايين. الطواقم الطبية واجهت الكثير من المصاعب في عملها بسبب استخدام سلطات الاحتلال لأسلحة محظورة. هذه الغازات من أنواع معينة تثير الجهاز العصبي لدى المواطنين، تزيد من درجة وسرعة دقات القلب وتزيد من الإجهاد وتؤدي إلى التشنجات والسعال الشديد والتقيؤ، وهذا ما لم تعهده الطواقم الطبية من قبل. أحد الشبان الفلسطينيين المصابين أكد أن جيش الاحتلال الصهيوني استخدم مختلف أنواع الأسلحة والغازات لتفريق المشاركين في مسيرات العودة. يعني عشان يشردوا الناس رموا علينا غاز من وراء، صار يرموا إيش الغاز من ورانا، الهواء صار إيش يجيب الغاز علينا، أنا شميت الغاز هنا صاروا يعني زي يحرقوني وقعدت مكاني، بلدني قاعد لما رحت لقطة من فوق. ومنذ أن بدأ الفلسطينيون مشاركتهم بمسيرات العودة السلمية في 30 من شهر آذار الماضي للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم التي هجروا منها عام 1948، بلغ عدد القتلى 35 شخصا، بينما تعرض الآلاف منهم للإصابة بجروح أغلبها خطيرة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.